السلامة. أهلا بك على السلامة. مرحبا. مرحبا بك. دعيشك بيك. لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. نشوفوا برشا فضائح ذي الطبع اللي على شبكة الانترنت، مواقع التواصل الاجتماعي. شنو رأيك؟ من المحزنات المبكيات، ما ولا توا الخنار ولا على برا ولا منا وما عادش انا. اي من حكايات المبكيات وكا ولت خنار العائلات تلزموا تنشر على برا فهمتني. اي لا وتاخذوا في بالها بيرة ويسكروا هي بنسكري وياه نارت الكذا تولي ما سكرتي وقت يصلي بسجادته تولي تشهر بيه وكذا كذا. شوف ما حدث من نفهموها النساء هذوما بتاع اهل النار من جملتهم النساء هذوما راهو اللي تاخذوا فهمني راجلها ومن بعد كي توقع مشكله فهمني يولي فهمني تقول لم ارى منه خيرا. هذوما راه من بشرهم انا راه هذوما النساء الخالدات في النار فهمت؟ النساء كلهم غالطين معنا؟ والرجال كلهم غالطين. النساء هي اللي غالطه، النساء هي اللي تعدل المجتمع راه نقول لك انا حاجه، المراه هي اللي تعدل المجتمع. والله اذا كان المراه صالحه يبدا الزوج صالح. وإذا كان المرأة فهمني فيها عيب بطبيعة باش ينعكس على الرجل كل شيء من المرأة. يا نعم ما هي يا أخي ما هو الأم مدرسة ولا شنو ولا حكاية هذيك تسوقها وقت تحبه وتنحها وقت تحبه. كل شيء من المرأة لله. إذا صلحت المرأة صلح المجتمع الكل، وإذا كان فزت المرأة فسد المجتمع فهمتني. وقت اللي كانت المرأة فهمني مستورة وفي دارها ورايزة وعارفة دارها وعارفة رجلها كنا نسمع بالحكاية هذية. وقت اللي المرأة ولا تمطورنا ولا نسمع طبعا الحكاية هذية في الفيسبوك ولا نسمع في الفضايح ولا العائلة تاكل المقارونة اليوم وقلت لك تلقاها في التواصل الاجتماعي ماكلين مقارونة البارح فهمت. معناها الحياة الخصوصية ما عادش موجودة يا بنتي. ما عادش حياة خصوصية صدقيني. اللي عاملوا رجلها مقعد لك معروف في حومة كاملة. أنا وصلنا في المرحلة هذه. وإذا كان رجلها فاشل الحومة كاملة تعرفوا اللي هو فاشل. من الحديث هذا اللي قاعدين نحكوا هاي ما عادش الخصوصيات وما عادش ما عادش هذا كله ما عادش. توا كل شيء تلقيه موجود على في الفيسبوك هذا الشيطان هذا اللي قاعدين الميكرو هو الفيسبوك هاي الشيطان الأكبر هاي هاي أسرار العائلية يا بنتي. مش أسرار الأسرار العائلية وكل شيء توا موجود. هذا أكبر جاسوس ما عادش محتاجين الجواسيس توا كل شيء التليفون. اخي الجود نحن قبل مش يقولوا يجي وقت ولي كل واحد شتانه في جيبه. ها هو شتانك في جيبك ها هو ها هو انا في العصر هذا شتانك في جيبك شيطاني. انا مقريس راه ما فيهوش انترنت و16 جيجا كاهو. اما الشياطين بتاعو ايفون كل واحد وشيطانه. شيطاني انا نشوفوا شكون يحب ينتقم ولا ياخذ بثاره يصور شكون يا بنتي. اللي انت باش تنتقم من واحد باش تشوه سمعة واحد باش كل شيء فاك فاك الواحد هذاك بالتواصل الاجتماعي فاك الفيسبوك يبدو فهمتها والكل هالمجتمع. يا بنتي ندخلوا في الانترنت هكا تشوفي يوم القيامه الحياه وفات يا ودي كرونا في رواحنا. هاي هذاك اعطيني بربي خبر قاعد يفرح توا تتشائمي مجرد دوري شويه تصفحي شويه صدقيني اول ما تعمل تسكرك الواحد تقولي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اعطيني خبر تلقيه يفرح ولت العباد نظرت متشائمة بالحق باش تقول ما الفيسبوك ولت العباد متشائمة صدقيني وفادة وكارهة رواحة وكذا من اللي تعملت انها حكاية التواصل الاجتماعي هذه. هاي قبل ما وجي عايد عليك وكذا من التولى عادي يخزلك لا شيء مجرد فايز يبعث لك ميساج فيسبوك كل عام تحب خيرك هاو كل عام تحب خير. مش كافي المساج هذاك قبل كان يجي ككا وفرحة ومودة ولحمة وعائلات توا تفرطت العائلات ولا ميساج فيسبوك يبعث لك بعث لي علوش شوني في تصويره في الفيسبوك كتب لي عيدك مبارك تصويره على هذاك واختار هاي يبعث لي لامه وعيدك مبارك بعث لي انا واحد صاحبي والله قلت له ويلي هاي اكل مره واحد عيط لي قال لي جاب حذايا وكذا واصحابه ومنه باش نمشي هاي برا قلت ماني وحدي انا قلت ما يا مشيت للدار وكل واحد جبت التليفون وبدا هكا وكذا نلقى روحي بعدي ما علاش ما عيط لي ولت العائله ولت غريبه في قلب في دارهم مع بعضهم وغرباء كل واحد عنده عالم افتراضي بتاعه وكذا وكل واحد منا وعنده جنة الخلد بتاعه وعنده الملهات بتاعه. المرأة ولد فهمني ولا زلها فهمني تو تو واحد ماخو مرأة برسمك وهي عاملة كونت فيسبوك و3000 همية. أنت ضد إني مرأة تعمل فيسبوك؟ إي التواصل الاجتماعي دي العالم بتاعك هو راجلك وبيتك هذاك هو فيسبوك هذاك هو يوتيوبوك راجلك هذاك إي وفيسبوك وولادك وكذا شنو هو 3000 همية؟ هاني يعني انا راجل ومعروف والله لا عندي 3000 همي ما عملتهمش عملت 13 همي نجم
يكونوا من العائلة وزملاء في العمل. اي ما كلهم 3000 همين من العائلة، عائلة كبيرة ياسر هذه 3000 4000 عائلة كبيرة ياسر 3000 همين و3000 عائلة و3000 كذا. لا وكلهم عاقلين، لا كلهم عاقلين، ما فهمش حتى واحد هكا ولا هكا، كلهم عاقلين اللي فيهم. اي يا ودي قاعدين نلعبوا على بعضنا، يا ودي نلعبوا على بعضنا تو قاعدين وكذا. لكن هو مشكلته زاد الراجل وبيدو زاد عنده الكونت بتاعه عنده 3000 زاد همين. اي كلها زاد النساء اللي معاها ميات تاعو كلها محترمين وعائلات نظاف وكلهم لا وكلهم رجلين، وهي الميات بتاعها كلهم اصحاب ذكوره الكلهم زاد نظاف وناس زي الفل. هاي ايش تحكي؟ وما يغيروش من بعضهم ولا ما يحسوش ولا معهم باحترام. هو ما يغيرش، ما يغيرش من 3100 ذوكم نورمال يعني. يتواصلوا اجتماعيين مع بعضهم الناس الكل، وهو زاد بنات صحابه ما يغيرش، ما يتواصلوا اجتماعيين مع بعضهم الناس الكل. دي نعرف الكادر بتاعكم هذا اللي عامل فيسبوك فيه 6000 همي وكلهم بنات، يختار فيهم كلهم بنات الكعبه واخته. لا وعاقلين هاي باش يوريك، هاي حط كحله همي هذا وجه باش يحطوا همي كلها ثلاثه بنات وكذا هذاك، والبنات يعملوا 3000 همي 4000 همي في الفيسبوك كلهم اولاد، وعملت لي واحد بوغوس والاخر درا شنو والاخر كذاب بلين. هاي اختاروا فيهم كلها شاب من راجلها هميات. لا لا هميات تواصل اجتماعي بس تي ما توصلنا تيش وهي ما تغيرش وهو ما يغيرش والحياه تاعهم باهية. نرجعوا للمعلومه بكري، انت حكيت على النساء، فما مثل اللي يقولوا رجال والزمان ما فيهم شماء. اي هذاك شنو هي تعليق المثل هذا؟ شكون اللي عاملينه؟ عاملينه نساء فخ. ما نسيش المثل الاخر كيد الرجال كيدين وكيد النساء 116 هذا يتخبوه الامثال هذه. هاي نسيتي المثل بتاعك العزوزه اللي حطت ابليس في دبوزه هذا يتخبوه هذا. هاي والراجل ما هو راجل مسكين هو ديما الضحية، يكبر بوهالي مغفل وذكر الراجل في تونس، صدقيني يكبر مغفل، والله أكبر مغفل الراجل ضحية في تونس، جردته من كل شيء، جردته من كل حقوقه من كل شيء، هو يقضي تفت فيه زاد ناحية نقض فلوس، يخدم عليها ليل ونهار وكذا. أكبر عملية تحيل وقت في العالم هي عملتها المرأة باسم الحب، باش تاكل بلاش وتلبس بلاش وتعيش بلاش وكل شيء بلاش باسم الحب. والراجل اللي يدفع، فهمتني؟ سامحني راجل ما خمرة باش يتحمل مسؤوليتها. اي باش يتحمل مسؤوليتها ماشي معاك، لكنه مش يتحمل مسؤوليتها في المال وفي الفلوس وكل شيء والمشاعر، هاي ماهيش متحمله مسؤوليته. هاي ماهيش تعطي في حقوقه. فهمتني؟ هي وقت تولي هي زادت تقوم بواجباتها وكذا كذا. فهمتني؟ لا ومن بعد يولي يطلق ويدخل في واسمه، ومن بعد يدخلوا في حيط وفي مأساة وكذا كذا، وهي ما كيف كيف نفس متحيل الاخر، تاخذ واحد اخر تاكل وتشرب وتلبس وتعيش بلاش وكذا منه ومنه، هو يقعد متدمر هكاك متكوانسي، والصغار تنحيهم له هي وكذا، قلت لك تبدا حياته، هو حياته توقف الرجل كي يطلق، لكن هي حياتها تواصل، هي حياتها تواصل عادي جدا. المرأة المرأة راهو باب كبير. خلي لك كلمة الختام. كلمة الختام. تنصح الأزواج. في خدام شنو؟ والزوجات. في خدام الازواج والزوجات. نحب نقول بالنسبه للنساء نقصوا 3000 و6000 همي ياسر، فهمتني ياسر؟ اذا كان كل واحد تاخذ عليه دقيقه بركه الوقت ما يكفيش، فهمتني؟ اش باش نقول؟ ويا رجال تونس ايش عندي نقول لكم؟ 3000 همي ونساكم راهي ياسر تعمل في 3000 همي في الفيسبوك الكونت وكذا. ما نصحت النساء انصح الرجال. الرجال شنو الرجال؟ الرجال شنو؟ نقصوا من الميت حتى هم. هي بدا تورع واحد كيفي انا فاني ما عندي حتى 16 نامي هذيك لبس عليها مراوك الفلانين وماش تقع عنده عمل كيفي انا وشنو باش تقع عنده وشكون باش يرضى امي مع الفقيرات هذه وشكون ترى السحليه هذه شكون باش يرضى بها امي لا احنا ضحايا عمل لا النساء النساء نقصوا من الاميات راهو ياسر تنصحهم على الفضائح العائليه كانك علي انا نفا نفا سودي سودي تي انشري انشري للانشري انشري في مدام هي مخة الخسيسة كي تحبوا ينشروا غسيلهم يا معرية ما لبسهم الداخلية بينا جد كان في الفضايح يا فضحي لله يا فضحي زي الفل انشري